جبت لك مناشف نظيفة، يلا قوم تدوش. يلا بس شوي. عم تشوف ايميلك مو؟ عم دور على شغل. شو اعمل يعني؟ لأمتى بدي ضل هيك متخبي؟ لازم دور على شغل وزبط اموري. دراستك شو؟ بقدم البكالوريا حرة ما بدها. لك مراد، انت لسه ما طبقت ال 18 سنة، شو بدك تشتغل مثلا؟ خالته هنا ما عندها شي قرايبي؟ ما بعرف، بس بيجوز يقبلوا تضل عندهم. لا نحن ما في عنا قرايبين، ما في عنا أهل.